عسلامة يا ناصر الكل. إذا أنت ديفلوبر تلوج في خدمة ولا في ستاج، مهم برشا أنك تعرف تحسب الكومبلكسيتي نتاع لي زالغوريتم اللي تعملهم، كو سوسوا في لي زونتروتيان تكنيك اللي باش تعديهم ولا في كاريرك بصفة عامة. وإذا أنت كومبيتيتيف بروجرامر مغروم بالبروبلم سولفينغ، فما دوز إيرور صعيب برشا تكون ما قابلتهمش قبل. الأولانية هي تايم ليميت إكسيدد، والثانية هي ميموري ليميت إكسيدد. إذا تستعمل في دي بلاتفورم كيما جيكس فور جيكس ولا ليت كود، وكي تحل بروبليم يقول لك اكسبكتد تايم وسبيس كومبلكسيتي، وما تفهمش شنو هي الغروند تو دو ان وكيفاش نحسبوها. وإذا تستعمل في كود فورسز وتلقى ساعات اللي البروجرام تاعك ما لازموش يفوت عدد معين تاع دي سكوند وعدد معين تاع ميجا بايتس، وما تعرفش اسكو بالحق البروبليم تاعك اوبتيمال ولا لا، الفيديو هذا موجه لك انت باش نوريك اليوم كيفاش تفهم الكومبلكسيتي. الوقت والميموار حاجتين مهمين برشا في الالغوريتميك. في الفيديو هذايا باش نركزوا على الوقت ونخليو الميموار في فيديو واحدة اخرى. اذا نسالك قداش التايم كومبلكسيتي نتاع السوليوشن تاعك، اسهل اجابه انك تراني الكود نتاعك على البي سي وتقول لي الوقت اللي خرج لك. الاجابه هذايا صحيحه وغلطه في نفس الوقت، على خاطرها ما تعتمدش كان على الكاليتي نتاع الكود اللي كتبته انت، مي على البيرفورمانس نتاع البي سي. اجي ناخذ اكزامبل، باش ناخذ دو بي سي، لولاني هو البي سي نتاع جديد وهذا نوت بوك قديم على الاخر. باش نعمل كومباريزون صغيره انه ناخذ نفس الكود ونعملو اكزيكيوشن على لي دو بي سي هذوما، وباش نبين لكم اللي الوقت هذاك يتبدل ما بين ماشين وماشين واحده اخرى. ليكسبيريونس ياسر سامبل، عملت بروجرام صغرون ياخذ ان ومن بعد يعمل ايتيراسيون على ان هذيك. دونك ملول بديت ب 10 بويسونس 4، من بعد 10 بويسونس 8، 10 بويسونس 9، 10 بويسونس 10، عملت ليكزيكيوشن تاع الكود هذا على لي دو بي سي وقيدت الوقت اللي خذاهم. خرجت بالكورب هذايا، وقت اللي ان ايجال 10 بويسونس 9 تقريبا سكوندا كامله ديفيرونس ما بين لي دو بي سي. ما غير ما ندخل بكم في جوج من تاع الهاردوير والسي بي يو، لهنا اللي حبيت نبينه لك اللي نفس البروغرام ينجم ما يتعداش في الماشين نتاعك على خاطر ماهوش اوبتيميزي، ويتعدى في اقوى ماشين في العالم. يعني الميزور نتاع انك تكزيكوتي الكود وتشوف قداش قعد وقت ديبون برشا بالماشين، مش كان بالكاليتي الكود نتاعك، يعني الطريقه ماهيش باهيه. الطون ديكزيكوسيون ماهوش مربوط كان بالقوه نتاع الماشين، مربوط زادا باللونجاج دو بروغراماسيون. اذا ناخذ نفس البروغرام مكتوب اون سي بلس بلس و اون بيتون، باش تلقاو اللي سي بلس بلس اسرع برشا. على نفس الماشين كتبت نفس الكود بالسي بلس بلس، دونك بوكل فيها 10 بويسونس 8 اوبيراسيون، رجعت لي 2.6 سكوند، الوغ كو بالبيتون نفس الكود هو بيدو رجع لي 8.24 سكوند. الفاكتور الثالث اللي اثر على طون ديكزيكوسيون ابار الماشين ولونجاج دو بروغراماسيون هو الانبوت في حد ذاته. اذا نعطيك ان ايجال 10 وان ايجال 1000 ولا 10 بويسونس 8 على نفس البروغرام، ماهوش باش ياخذ نفس الطون ديكزيكوسيون. نرجع بكم جوست الاول اكزامبل، وقت اللي عدينا 10 بويسونس 4 رجع تقريبا 0 سكوند، وقت اللي عدينا 10 بويسونس 10 رجع اكثر من 6 سكوندات. نوصلوا توا الاهم فاكتور اللي باش نحكيوا عليه في الفيديو نتاع اليوم. اذا عندك نفس الماشين، نفس لونجاج دو بروغراماسيون ونفس الانبوت، اما عندك دوز الغوريثم ماهمش هما بيدهم لكن يخرجوا نفس الريزلتا. احسن اكزامبل نجم نفسر بيه الحاجه هذيا هي لا فونكسيون سوم، حكيت عليها في الفيديو اللي فاتت في الكور تاع الريكورسيفيتي، تلقاو اللين في الديسكريبسيون. خدمت دو فيرسيون من الفونكسيون سوم، الفونكسيون الاولانيه بازي على البوكل، دونك اون فونكسيون نعطيها ان initialement عندي s égal 0 نبوكلي من i égal 1 حتى لل i égal n، وكل مره نزيد ال i نتاعي للسوم. finalement je vais retourner sum نتاعي. الفيرسيون الثانيه هي la somme d'une suite arithmétique، donc ليكفيني اني باش نرجع n fois n plus 1 sur 2، ولهنا باش نشوفوا الفرق في الطون ديكزيكوسيون. donc كالعاده كورب صغرونا تعبر، مهما كان ال n ديما الفيرسيون تاع سويت اريتميتيك ترجع لنا 0.88 82 0.90 ديما كيلكو سوا الانبوت ديما كونستانت. دونك كيما تشوفوا لهنا الخط الاحمر، الوغ كو كل ما نكبروا في الان الفيرسيون اللي فيها بوكل طون ديكزيكوسيون قاعد يكبر. ديجا في 10 بويسونس 10 كيما تراو الفيرسيون بسويت اريتميتيك خذات 0.98 ولا 86 سكوند، الوغ كو الفيرسيون الاخرى وصلت وفاتت الخمسه. وديجا كان نوريكم لهنا خذيت 10 بويسونس 18، اذا نعمل اكزيكوتي الفيرسيون تاع سويت اريتميتيك باش ترجع لي في 0.100 سكوند، ما فما حتى مشكل. الوغ كو كان راني الفونكسيون اللي باللوب
مش حتى 10 بويسونس 18 نعطيها يزي حتى 10 على بويسونس نقولوا نحن 11 مثلا باش تدخل في حيط دونك هنا باش يقعد يدور 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 مش بيرجع لي حتى شيء هذاك علاش النوسيون تاع غران تو مهمه برشا على خاطرها مربوطه كان بدو فاكتور الكاليتي نتاع الالغوريثم اللي انت كتبته والكبر نتاع الانبوت اجا نفهموا توا شنو هي الغران تو دو ان جوست قبل ما نحكيوا على الكومبلكسيتي باش نفسر لكم بريفمون كيفاش يخدموا لي بلاتفورم هذوما بعد ما تكمل تقرا لينونسي وتكودي سوليوشن تاعك في جيكس فور جيكس باش تنزل على سبميت دونك لهنا اللي باش يصير انه مع النزله هذيك باش تبعث الفيشي نتاعك الان سيرفور موجود اون ليني والسيرفور هذا عنده اونلاين جادج الاونلاين جادج هذا باش يكومبيل لي سوليوشن تاعك يرانيها ويكزيكوت عليها بلوزيور انبوت مثلا يعطيها الانبوت ايغال 10 وهو يعرف اللي الريزلت صحيحه 55 دونك اذا الريزلت نتاعك قد الاكسبكتد ريزلت يحط لك ترو يقعد يباركوري في لي سوليوشن الكل ويعدي على السوليوشن تاعك بلوزيور انبوت ويقعد كل مره يقارن الاكسبكتد بالاوتبوت اللي خرجوا الكود نتاعك اذا لقاهم الكل مريقلين يرجع لك سكسيس توا اون فوا لقى اكسبكتد ماهوش قد الكود اللي يرجع الاوتبوت يرجع الكود نتاعك لهنا باش يقول لك رونك ويخرجك دونك لهنا اذا هو يستنى في 18 وانت رجعت له 9 بور الانبوت 1165 اوتوماتيكمون باش يقول لك رونك توا ديما تلقاو في لي سوليوشن انه يعطيك تايم ليميت بير تيست ولا يعطيك كومبلكسيتي دونك اذا يقول لك لهنا التايم ليميت سكوندا بعد سكوندا من ليكزيكسيون تاع الكود نتاعك مثلا لهنا عطاك انبوت 10 بيسونس 5 بعد سكوندا الكود نتاعك ما رجع حتى شيء الوغ كو الاكسبكتد هو النمرو اللي قدامكم هذا لهنا اللي باش يصير انه مش باش يقول لك رونك مي باش يقول لك تايم ليميت اكسيد يعني انا عطيتك سكوندا باش راني فيها السوليوشن تاعك وكودك ما خلطش رجع حتى ريزولتا اجا توا نفهموا الغون تو كي تحل اي انونسي تلقى ديما فما دي كونترانت كيما لهنا قال لك الان ما بين 1 و 10 بويسونس 5 اذا الان ايغال 1 هذا يعني اللي الان خذا اقل فالور بوسيبل وهذا يتسمى البيست كيس ونعبروا عليه بالنوتاسيون اللي هي اوميغا وقت اللي ان ايغال 10 بويسونس 5 هذه اكبر فالور نجم ياخوها وهذه تتسمى الورست كيس اخيب كان نجم نتيحوا فيه ولهنا النوتاسيون تاعها هي البيج او اللي هي الغرون تو اللي نحكيوا عليها ديما فما بيان سور افريج كيس اللي هو فالور موين في وسط الرانج هذاك مثلا 10 بويسونس 2 ولا 10 بويسونس 3 دونك حاجه في الوسط ونعبروا عليها بالتيتا نوتيشن يقول القائل اش بينا ما نحكيو كان على البيج او مره ما سمعنا بالاوميغا ولا بالتيتا على خاطر تو سامبلومون كيما قلت لكم اذا بروجرامك تعدى لتيست الكل يبداش عندنا 1000 تيست تعدى 1000 الا واحد تيست وما تحكم في تيست بركة على خاطر هو فيه اكبر فالور بوسيبل كيما هنا 10 بويسونس 5 يعني انا اذا ضمنت انه الكود نتاعي باش يتعدى في 10 بويسونس 5 ضمنت انه باش يتعدى في اللي كان اللي تحت منه الكل دونك اذا نحل البيج او نوتيشن ضمنت الافريج كيس والبيست كيس اجا توا نحكيو على لي بروبريتي دو بيج او مانيش ندخل بكم برشا في المات باش نحاول نفسرها لكم بالفيزواليزاسيون دونك عندنا او دو ان بلس كونستانت ايغال او دو ان او دو سي فوا ان ايغال او دو ان وقت اللي سي كونستانت ستريكتومون بوزيتيف و او دو ا فوا ان بويسونس 4 بلس سي فوا ان بويسونس 3 بلس دي فوا ان بويسونس 2 هو او دو 1 او دو ا فوا ان بويسونس 4 واللي هو حسب البروبريتي اللي فوقها بالضبط او دو ان بويسونس 4 ولهنا نحكيو على ما يسمى بالفاستست جروينج تيرم مانيش ندخل برشا في المات اما نجي نفسر لكم بالفيزواليزاسيون الكورب هذايا توريك من او دو 1 لو دو لوغ ان او دو راسين دو ان او دو ان او دو ان بويسونس 3 حتى او دو ان بويسونس ان كيفاش il varie en fonction de l'input bien sûr يوريك الوقت en fonction de l'input اجا ناخذ اكزامبل صغير اذا انا عندي لاكس دي تان وعندي دو بروسيس والازرق والاكحل كيما نشوفوا اللي الازرق ياخذ اكثر وقت ولهنا ما نجم نتعدى ليتاب اللي بعد الا ما الزوز يوفاو دونك اوتوماتيكمون ما دام الاكحل اقصر مانيش باش نركز معاهم ما يهمنيش فيه نقعد نستنى البروسيسور زين نفس البرانسيب لهنا اذا عندي نرجع لهنا للفورمول دونك عندي او دو ان بلس سي ايغال او دو ان علاش اذا عندي او دو ان اللي هي لهنا كونستانت وعندي او دو ان ما نهتم كان بالاو دو ان على خاطر كيما تشوفوا في الكورب او دو ان ديما فوق الاو دو ان معناها او دو ان هي اللي باش تتحكم في الوقت اللي باش يجي كيف كيف اذا عندي او دو ان بويسونس ان او دو ان بويسونس 3 كيما تشوفوا اللي او دو ان بويسونس ان هو
اسرع جروينغ تيرم، يعني باش نهتم به هو على خاطر هو اللي يتحكم في الوقت فينالمون. ايش تاو نفهمهم بالكعبه بالكعبه؟ اول واحده هي كونستانت تايم كومبلكسيتي، يعني تون كونستان، اللي هي ما يسمى بالاو دو 1. لهنا الانبوت والتون ديكزيكسيون ما فما حتى علاقه ما بيناتهم. نعطيكم ليكزامبل تاع الفونكسيون سوم اللي عملناها بسويت اريثميتيك. الكورب نتاعها هي الحمراء كونستانت، مهما بدلنا في الان ديما تون ديكزيكسيون فيكس. دونك لهنا ايش معناها كونستانت تايم؟ اذا ناخذوا اكزامبل بليزيور ليني كيف كيف، كل ما تبدل في الان ما يتبدلوش. دونك ليني الاولانيه ديكلاراسيون دو ان نعطيوها كونستانت سي 1، A égale à 50, c'est 2. هذم الكلهم ne dépendent pas de l'input. Ou la preuve est que le code هذايا عطاني الكورب هذايا. Donc, كلهم constant. لهنا نجمو نستخرجوا الفونكسيون O de N نتاعنا من حاجتين. سواء من الكود. Donc, لهنا عندي أنا الكومبلكسيتي نتاع الالغو هذايا هي السوم نتاع لي كونستانت الكل. Donc, C1 plus C2 حتى نخلطوا ل C5. اللي هما tout simplement نجمو نسميهم C. وإلا من الكورب f de n égale à c، واضحة اللي هي constant. ولهنا o de f de n هي o de c، عوضت f de n بالc اللي هي c fois 1. نلغوا البروبريتي الأولانية اللي هي c fois n، دونك هي o de 1 اللي هي n لهنا إيجال 1. نتعداو توا للتيب الثاني اللي هو linear time complexity واللي هو ال o de n. إذا ناخذوا الفونكسيون sum وقت اللي عملناها بالبوكل، دونك خرجت لنا الكورب هذا اللي تقريبا هي فونكسيون لينير. دونك لهنا نشوفوا اللي اول ليني هي عندها تون كونستان خاطرها انديبوندونت من الان، كي تتبدل ديما التايم يقعد هو بيدو كما شفنا في الاو دو 1. لهنا عندنا كونستانت اخرى اللي هي اس نزيدوا فيها في اي، والاوبيراسيون الثانيه قاعده تعاود ان فوا خاطرها في وسط بوكل. دونك ريالمون الفونكسيون اف دو ان نتاعنا هي سي 1 بلس سي 2 فوا ان. نطبقوا لي بروبريتي نتاع O de n، دونك O de fn هي O de c1 plus c2 fois n اللي هي تو سامبلومون O de n. بيان سور لهنا كان نوضحوا الكورب خير، O de n تجينا هكايا لينير اون فونكسيون دو تان. تو اجا نشوفوا الكوادراتيك تايم كومبلكسيتي واللي هي O de n كاري. دونك لهنا عندي ديكلاراسيون نتاع n، نقرا n من الكلافيي، من بعد عندي كونستانت اللي هي لوبيراسيون هذايا a ايكال 0 a بلس بلس، معناتهم في نفس الكونستانت. دونك لوبيراسيون هذي الكونستانت هذي سي 3 موجوده في وسط نستد لوب اللي هي بوكل في وسط بوكل. البوكل الاولانيه باش تعمل ان اوبيراسيون، والبوكل الثانيه باش تعمل ان اوبيراسيون. كانت نجم تكون هذي ام وتولي هذي ان فوا ام مش ان كاري. دونك لهنا اف دو ان هي سي 1 بلس سي 2 نجمعوهم الكل بلس سي 3 فوا ان فوا ان. دونك حسب البروبريتي نتاع او دو ان نلقاو او دو ان او كاري. نتعداو توا للتايم كومبلكسيتي كي يبدا كوبيك. Donc O de n puissance 3. Là, on a une opération constante. A égale 0, A plus plus. Là, on a une fois 3 loops. Donc l'opération, on a n, n ou n. Donc n puissance 3 fois c. Là, on a une propriété que l'on a fait le fastest growing term. Donc là, on a O de n puissance 3. En général, si on a O de n puissance n, on a n boucle fois 3. دونك تو سامبلومون كان عندك 5 بوكل باش تعمل ان بويسونس 5، كان عندك 10 باش تعمل ان بويسونس 10، وديما ناخذوا اكبر تيرم اللي هو لهنا او دو ان بويسونس ان. نتعداو توا للوغاريتميك اللي هو مصور بالاحمر لهنا. دونك عندي اون بوكل من اي ايكال 0 لاي انفيرير ستريكتومون ان تمشي با ايكال 1، دونك لهنا ان. عندي اون بوكل تمشي من 2 حتى للان وتنقز بال 2، دونك هذايا لوك 2 دو ان. تنفسر لكم علاش بالنسبة للعباد اللي ناسية شوية المات. ولهنا اون كونستانت، دونك اف دو ان لهنا هي كونستانت فوا ان فوا لوك دو دو ان، والاو دو اف ان باش تخرج فينالمون او دو ان لوك دو دو ان على خاطر هذايا كونستانت. بالنسبة للعباد اللي ناسين شوية المات والفونكسيون لوج اجا نعملوا رابيل صغرون. بالنسبة للبوكل الاولانية اللي تمشي من الصفر حتى للان وتقدم با ايكال 1 باش تعمل 16 انستركسيون ولا 16 ايتيراسيون. دونك من الصفر حتى ل 15 كل مرة تقدم بواحد، 0 1 2 3 4. بالنسبة تاول الجي كانت تلاحظوا باش تبدا من الاول 2 ومن بعد الجي باش تولي جي فوا 2، دونك 4 في 2 8، 8 في 2 16. كان تشوفوا الفونكسيون لوغ باز 2 على خاطر هنا قاعدين نضربوا في 2، دونك الفونكسيون لوغ باز 2 دو 16 هي 2 بويسونس 4 تعطيك 4 فوا لوغ 2 دو 2، دونك لوغ 2 دو 2 هي 2 بويسونس 1. دونك فينالمون باش تعطيك 4 فوا 1
égal à 4 كيما تشوفوا لهنا من 16 اوبيراسيون ولينا نعملوا في لوك 2 دو 16 اللي هما 4 اوبيراسيون 2 4 8 16 اذا كانت توا جي فوا ايغال 3 مش فوا ايغال 2 لهنا نحكيوا على لوغ ان باز 3 كان جات مثلا 10 فوا ايغال 10 تولي لوغ باز 10 دونك لهنا اف دو ان باش يولي او دو ان لوغ دو ان باز 3 هذاك علاش تو سامبلومون تلقاو اللي الاو دو لوغ او دو لوغ ان تحت الراسين وتحت الان والان كاري على خاطر تو سامبلومون هي اسرع منهم وتعطيك اقل دي انستركسيون بوسيبل نتعداو توا للاكسبونونسييل اللي هو او دو 2 بويسونس ان احسن اكزامبل باش نفهموا بيه البارتي هذايا هو الفونكسيون فيبوناتشي دونك عندنا اول بارتي اللي هي جوست كونديسيون وفما ريتيرن دونك تون كونستان انديبوندون من الان ومن بعد عندنا فيب دو ان موان 1 بلس فيب دو ان موان 2 ولهنا اف دو ان باش تكون سي بلس 2 بويسونس ان والاو باش تكون او دو 2 بويسونس ان كيف نطبقوا القاعده نتاع العاده كما تشوفوا لهنا في الكورب الاو دو 2 بويسونس ان من معناها من اكثر لي زالغو اللي ماهمش اوبتيميزي شوف معناها بارابور للاو دو 1 والاو دو ان والاو دو ان كاري تتسمى سريعه برشا انها تكونسومي برشا وقت دونك لهنا ما عادش تنجم تكبر في لي زينبوت نتاعك وليميتي على الاخر اي جي نفهمو توا كيفاش 2 بويسونس ان هذيك جات اذا ناخذ مثلا فيب دو 7 باش نحسبوها فيب دو 7 باش نحسبو اوبيراسيون برك دونك باش نحسبو عندنا نومبر برك اللي هو فيب دو 7 باش نحسبوه دونك 1 ايغال 2 بويسونس 0 الفيب دو 7 هذيك باش نستعمل فيب دو 6 وفيب دو 5 اللي هما 2 فالور كالكولي اللي هما 2 بويسونس 1 كل وحده فيهم باش تستعمل 2 فالور دونك لهنا ريالمون 2 فوا 2 باش تولي لك 4 اللي هي 2 بويسونس 2 من بعد كل وحده من لي فالور هذوكم باش تستحق 2 فالور اخرين باش تحسبهم دونك نستحقوا 8 فالور اللي هي 2 بويسونس 3 ونقعدوا هابطين هابطين حتى نخلطوا فينالمون 2 بويسونس 1 نتعداو توا لاخر حاجه اللي هي الاكسبونونسييل دونك كيما تشوفوا لهنا البلاصه الحمراء ديجا تعبر اللي لي 3 كومبلكسيتي الاخرانيين ان بويسونس 2 2 بويسونس ان و او دو ان فاكتوريال راهم خايبين وياسر رزان دونك لهنا باش ناخذ اكزامبل تاع permutations اوف جيفن سترينغ اذا نعطيك شين دو كاركتير لونغور تاعها واحد كيما لهنا فيها ا ما تنجم تعمل كان permutation واحده اللي هي تخليها ا دونك الريزولتا نتاعك هي possibility واحده والان هو ان فاكتوريال دونك وقت اللي الان ايغال 2 كيما عندنا ا بي عندك دو permutation سواء ا بي سواء بي ا اللي هما دو ريزولتا اللي هي دو فاكتوريال دو فوا 1 واذا ان ايغال 3 دونك عندك ا بي سي عندك سي كا بوسيبل اللي هما مكتوبين قدامك لهنا دونك 6 هي 3 فاكتوريال هي 3 فوا 2 فوا 1 دونك ما حبيتش ندخل برشا في الالجو هذايا ان شاء الله نرجعوا له كي نقدموا اكثر في لي كور نتاعنا لهنا نركزوا على الكومبلكسيتي دونك هذا اكزامبل صغير نتاع الجوريثم الكومبلكسيتي نتاعو او دو ان فاكتوريال السؤال توا اللي تسالوه برشا عباد على عكس جيكس فور جيكس مثلا ديما يعطيك الكومبلكسيتي اون فونكسيون دو لينبوت فما دي بلاتفورم اخرين كيما كود فورسز يعطيك بالوقت مثلا يقول لك 2 سكوند كيفاش نعرف انا توا شنو هي الكومبلكسيتي نتاع الالجو نتاعي باش تعدى وقت اللي الوقت 2 ولا 3 ولا 4 ولا سكوند برك لهنا باش نقول لك في معظم لي بلاتفورم اللي عندهم اونلاين جادج ديما تلقى الماشين تقبل ما بين 10 بويسونس 7 و 10 بويسونس 9 اوبيراسيون بار سكوند لهنا بيان سور كي تخدم انت على بلاتفورم معينه ماذا بيك تتبع لي نوفوتي نتاعها وتقرا عليها باش تعرف اكثر ديتاي دونك او موين فما 10 بويسونس اوبيراسيون بيرميز بار سكوند لهنا نقول لك او موين علاش على خاطر كل بلاتفورم عندها الخصائص نتاعها اللي ننصحك به لهنا اكزامبل مثلا كانك انت تخدم على كود فورسز راك ديما باش تلقى دي بلوج وباش تلقى عباد تتسائل دونك لازمك تتبع البلاتفورم اللي تخدم عليها مثلا لهنا فما شكون يتسائل قداش من اوبيراسيون في سكوندا في كود فورسز لهنا كيف كيف نفس السؤال دونك تلقى شكون اللي يجاوبوا فيه يحطوا له دي كود دونك ما نجمش نعطيك قاعده نقول لك كل بلاتفورم قداش تعدي لك لكن نجم نقول لك البلاتفورم اللي تخدم عليها انت لازمك تتبع لي بلوج اللي في وسطها دونك تلقى لهنا دي كيستيون باش تلقى دي ريبونس باش تلقى عباد تتفاعل مع بعضها نجم انت زاد معاهم دي كومونتير دونك لهنا ما فماش حاجه تيوريك نجم نقول لك عليها مثلا هذايا يتسائل كيفاش 5 فوا 10 بيسونس 9 تعدات في اقل من 2 سكوند حط الكود نتاعو تلقى العباد تتفاعل معاه يجاوبوا في بعضهم وهذا يخليك تفهم اكثر الحاجه الوحيده التيوريك اللي نجم نوريها لك انا هي انه فما شيت موجوده سور انترنت و اسم معناها يحاولوا هكا يعملوا حاجه تيوريك تخص لي بلاتفورم الكل اي سورتو لي كومبيتيسيون معناها اوفيسيال كيما لاي سي بي سي تي سي بي سي
ولا ACPC. لهنا يعطيك بور شاك انبوت شنو هي لي سوليوشن اللي تنجم تعملهم. مثلا اذا الانبوت نتاعك يخلط 10 بويسونس 8 راك ما تنجم تعمل كان او دو ان ولا ما اقل من او دو ان. دونك مثلا كان تعمل او دو ان كاري على 10 بويسونس 8 راه مش باش تعدي لك الكود نتاعك، انسى. كيف كيف مثلا لهنا اذا سوليوشن نتاعك ان فاكتوريال ولا ان بويسونس 6 راه ماكس الانبوت لازم يكون 11 ولا 10. اذا باش تعطي انبوت 10 بويسونس 8 على كومبلكسيتي او دو ان فاكتوريال راكش تعمل قنبلة كيما نقولوا، حاجة ياسر ما تصيرش، فهمت؟ دونك لهنا هو كتابلو يحاول يسهل لك اترافير الانبوت تعرف السوليسيون تاعك قداش ما لازمهاش ديباسي بوان دو فيو كومبلكسيتي. اخترت لكم كيلكو سوليسيون عملناهم في الكور تاع البروغراماسيون ديناميك باش نجيو لهنا نشوف الكومبلكسيتي نتاعهم. دونك اذا نشوفوا مثلا فيبوناتشي، دونك لوبيراسيون هذيا كونستانت، لوبيراسيون هذيا كيف كيف كونستانت، ولوبيراسيون هذيا قبل ميموريزاسيون كيما وريتكم بكريكا هي 2 على بويسونس ان، دونك اكسبونونسييل. من بعد ما زدنا الميموريزاسيون ولا كل اونتي ما بين الان والان يتحسب مره برك. دونك هذاك علاش فما ريسبي نتاع او دو ان ورجع لنا ساكسيد. دونك البروبليم الثاني كيف كيف، دونك لهنا بارتي هذه كونستانت، هذه او دو ان، هذايا كونستانت، وهذه n والتوتال اللي هو السوم دي زيليمون. دونك عندي او دو ان فوا توتال، هذوما كل دي كونستانت دونك ما يقلقوش. دونك فينالمون او دو ان فوا توتال هذاك هو اللي طلبوا منا، قال لك اكسبكتد تايم كومبلكسيتي حبها ان فوا السوم دي زيليمون اللي هي توتال. دونك صار ريسبي هذاك علاش بروبليم صحيح. نفسك تو دونك لوبيراسيون هذايا كونستانت، عندنا بوكل من الزيرو للان وبوكل من الزيرو للدبليو، وهو لهنا قال لنا يحب الكومبلكسيتي ان فوا دبليو. دونك فما ريسبير الكومبلكسيتي كيما تشوفوا اللي بارتي هذيا كلها او دو ان فوا دبليو، على خاطر فما بوكل من حتى الان وبوكل حتى للدبليو. كيف كيف في لونجست كامن سب سيكونس، دونك عندنا بوكل من الصفر حتى الاكس، اكس هي لونجور نتاع سترينغ الاولاني، وبوكل في وسطها دونك نستد لوبس دو لو دو بوكل في وسط بعضهم، ولهنا ايغريك اللي هي لونجور نتاع الشين الثانيه. دونك هذه الكومبلكسيتي هي او دو اكس فوا ايغريك كيما تشوفوا لهنا، اللي هو طلب منا او دو لونغور نتاع الاولانيه اللي هو اكس فوا لونغور نتاع الثانيه اللي هو ايغريك. دونك البروبليم تاعنا يحترم الكومبلكسيتي. توا البروبليم اللي تعدى في ليت كود وما تعداش في جيكس فور جيكس. دونك لهنا في ليت كود قال لنا تنجم تعدي سوليوشن الكومبلكسيتي نتاعها او دو ان كاري، واحنا الكود نتاعنا كيما تشوفوا فيه دونك هذه البوك الاولانيه وهذايا البوكل الثاني اللي هما دو بوكل في وسط بعضهم خاطر نعيطو ال اي اس لهنا. دونك لهنا عندي او دو ان كاري هذاك علاش بروبليم تاعي تعدى. نفس الكود دونك جاب لنا تايم ليميت اكسيدد على خاطر لهنا قالك او دو ان فو لوك ان، وهذا ان شاء الله باش نرجعوا لها كيما قلت لكم في الباينري سيرش باش نصلحوه ونشوفوا كيفاش نجمو نطيحوا من الان لوك ان. وفي الاخر ما قعدت كان نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذايا. كان عندكم اي سؤال حطوه اون كومونتير. كان معكم رؤوف غريسي من قناه كودينغ بالتونسي، وما تنساوش باش تحطوا جيم ابونيفو وفعلوا الجرس.